صباح الخير. لورا، فيك تقدري تحكيني؟ صباح الخير، صباح النور محمد، كيفك؟ تمام. مع الأسف اليوم كنا على أساس نشوفكم بالمدرسة ولكن ما زبطت. نعم، وين رفقاتكم؟ لسه ما فاتوا معنا ليه؟ نفتح الكاميرا، نفتح الكاميرا. نورت يا نور، ليه رجعتي طفيتيها؟ يلا هلا برجع بفتحها لحظة. نفتح الكاميرا. اوكي يا لورا، ما مشكلة. انا طلبت وظيفة في اليوم. من لم يرسل لي الوظيفة؟ أنا أرسلت وظيفة. طبعا محمد ارسلها. لورا هذه، لماذا لم ترسل الوظيفة؟ يلا يا مستر ابعتها، نعم يلا هلا ببعتها. بس انا طلبتها قبل اليوم، بعطيها لشوف هلا. اوكي محمد سرحان رجع معنا. صباح الخير مس، صباح النور يا محمد، كيفك اليوم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. افتح الكاميرا. بس لأنه أنا عسرتي الوقت تكون مقطوعة الكهرباء عندي. طيب اوكي 3G.
وين رفقاتكم الباقيين؟ أمين بالفرنسي، ومين كمان بعد؟ أمين ومحمود. محمود إنجليش صح؟ بعد في بس أمين؟ طيب نصحح الوظيفة. تحدثنا الأسبوع الماضي عن التوكيد، وقلنا بأن التوكيد هو من التوابع ولفظ تابع لما قبله المؤكد يذكر لتقويته وتأكيد معناه. أحيانا ممكن يكون التوكيد لفظي، يعني هي نفس الكلمة بتتكرر، عاد المتفوق، المتفوق إلى المدرسة، المتفوق توكيد لفظي. أحيانا يكون توكيدا معنويا، توكيد اللفظي الذي يكون بتكرار نفس الكلمة، يا الله يا الله، ارحمني ارحمني، نعم نعم. التوكيد المعنوي الذي يتم بألفاظ خاصة، منها نفس، عين، كلا، كلتا، كل، جميع، أجمع، كافة، عامة، وترتبط هذه الألفاظ بضمائر تعود إلى المؤكد وتطابقه في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. وعرضنا المخلص، المخلص قلنا المخلص مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمضة. المخلص الثانية توكيد لفظي للمخلص الأولى أكيد، مرفوع وعلامة رفعه محبوب هو الخبر. عرضنا جميعها توكيد معنوي للكنوز مجرور مثله في الاستثناء. هل ما زلتم معي؟ هل تسمعونني؟ نعم. طيب نتابع الاستثناء. مجرد تذكير بالاستثناء، قلنا الاستثناء هو إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها، نحو زار الكاتب الكرة اللبنانية إلا الأرز، إلا طبعا الاستثناء الأرز مستثنى. وأدوات الاستثناء قلنا إلا، غير، سوى، عدا، خلا، حاشا. في عندي تتألف جملة الاستثناء من أربعة أركان: المستثنى، المستثنى منه، أداة الاستثناء، والحكم. وعربنا وصل المتبرون إلا ثلاثة، وقلنا بأن إلا حرف استثناء ثلاثة مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة. طلبت وظيفة لنهار الاثنين اليوم. هل يمكنني؟ وهذا أبو محبوب. نعم يا محمد، تفضل بالإعراب. المهذب توكيد لفظي. المهذب، أنا أبدأ بالإعراب، إعراب الكلمة الأولى. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المهذب الثاني، يعني نعم، توكيد لفظي. توكيد لفظي لأي كلمة؟ مهذب. أحسن. طبعا مرفوع، التوكيد هو تابع يتبع ما قبله في الإعراب، يعني مرفوع مثله. نعم، علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. محبوب. محبوب خبر. كده انت رفعيها الضم لاي مبتدا؟ خبر للمبتدا المهذب. اذا احسنت، محبوب خبر للمبتدا المهذب. نكتب مرفوع على رفعه الضم الظاهر على اخره والثاني للتنوين. احسنت.
الآن نكمل الإعراب، إعراب الجملة الثانية. نعم يا لورا، تفضلي. نعم. ما هي الجملة الثانية؟ هنأت الناجحين كلهم. إعراب هنأت. هنأ فعل. فعل ماض. فعل ماض. لا نقول فعل ماضي، فعل ماض. نعم. مبني على السكون الاتصالي بتاء الضمير. أحسنتي. اتصالي باتصالي المتكلم أو تاء الضمير. نعم. تاء الضمير. ضمير متصل مبني على ضمة الاتصاله أو الضمة. ضمير مبني على الضم. في محل رفع فاعل. الضم مبني على الكسر. في محل رفع فاعل. رفع فاعل. طيب هنأت الكلمة الثانية الناجحين. هنأت الناجحين مفعول به. أحسنتي. لأي فعل؟ منصوب وعلامة نصب. علي دائما أن أذكر مفعول به للفعل. فعل. هنأ. للفعل هنأ. هنأ. الأصل فعل هنأ فأكتب هنأ. نعم. مبني على وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أحسنتي، جمع مذكر سالم. الآن هادي أكمل الإعراب. هنأت الناجحين كلهم. نعم يا هادي. أولا نعرف كله. نعم. هنأت الناجحين كلهم. ما هو إعراب كله؟ إلا في عندي توكيد معنوي مثل كل، جميع، كلا، كلتا. توكيد معنوي. كلمات تسمى توكيد معنوي للاسم الذي قبلها. فكيف نعرف كل؟ توكيد معنوي. أحسن، توكيد معنوي لأي كلمة؟ ناجحين. الناجحين. أحسن. طب يجب أن يكون منصوب مثله. نعم. أكمل. منصوب علامة نصب. منصوب مثله. منصوب مثله يعني مثل الناجحين. وعلامة نصبه ماذا؟ فتح ظاهر على شيء. نعم. أكمل الإعراب. والهاء. والهاء ضمير متصل مبني واقع في محل جر بالإضافة. والهاء ضمير متصل مبني على ماذا؟ مبني على ضم في محل ضم. الضمير عندما يتصل بالاسم يكون دائما في محل ماذا؟ جر بالإضافة. جر بالإضافة. طبعا والميم للجماعة فقط. الآن نكمل إعراب الجملة الثالثة. نعم يا محمد سرحال. محمد سرحال، حضر العمال إلا الكسولة. أعرف حضر العمال إلا الكسولة. نور احكي مع رفقاتك التلاميذ الانجليش كلهم يفوتوا معنا. يلا احكي معهم. محمد سرحال. نعم مس. تفضل. اعرف حضر العمال الا الكسولة. حضر. حضر فعل ماضي. مبني. حضر فعل ماضي. فعل ماضي. ماضي. مبني على الفتح الظاهرة. مبني على الفتح. كل شيء مبني على الفتح الظاهر على آخره. نعم. نعم. العمال.
العمال العمال فاعل للفعل حضر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسن، أكمل. شو بعد يا مس؟ ما من إلا إلا الكسولة. إلا حرف استثناء يا مس. خلي محمد يجاوب. إلا حرف استثناء. حرف استثناء طبعاً لا محل له من الإعراب. إلا استثنيت الكسول. كتبنا الإعراب الآن، صححنا. نعم. ما هو إعراب الكسولة؟ نعم يا محمد، ما هو إعراب الكسولة؟ بما أنه إلا أداة استثناء، نعم يا محمد ظاهر، ما هو إعراب الكسولة؟ أنسى. مستر؟ نعم. نعم مكتوب. مكتوب وعلامة بس أنا هودي ما مرقين علي الصراحة هذيك السنة. أنا شرحتهم. قلنا إلا أداة استثناء. أنا شرحت هذه القاعدة نهار الجمعة ومنذ قليل أعادة الشرح وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذا إلا أداة استثناء الاسم الذي يأتي بعدها يكون اسمه مستثنى والمستثنى يكون منصوبا. إلا الكسول، الكسول مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. كتبنا الإعراب. طيب أنا أرسلت القاعدة نهار الجمعة، ليه أنتم ما اطلعتوا عليها؟ أغلبكم مش عارفين يعربوا إلا التي هي حرف استثناء، ما اشتغلنا بورقة العمل نفس الشيء مثلها إلا عربنا حرف الاستثناء والمستثنى. طيب ما كنا موجودين، أنا أرسلت ورقة عمل، ورقة العمل اللي ببعتها ما حدا منكم بيطلع عليها. كل ورقة أنا ببعتها بتطلعوا عليها بتقرأوا القاعدة كثير منيح، أنا طلبت مراجعة قاعدة التوكيد والاستثناء. ما كنا موجودين بس أنا بعت الورقة فمندرسها. كل شيء بينبعت متفقدوا، سامعين؟ كل شيء بيبعتوا أنا بتتفقدوا، بترجعوا بتقرأوا بترجعوا بتراجعوا اللي طلبتوا حفظوا بتحفظوه. بس الفرنش ولا واحد من الإنجليش؟ ولا واحد من الإنجليش. نور كانت معنا، قلت لها احكول انتو قولوا لهم عندهم عربي هلا خليهم يفوتوا معنا. يوني يا محمد او لورا، كتبنا الاعراب. نفتح الكاميرا لكي اراكم تكتبون. نفتح الكاميرا. برافو محمد.
لا تغلقوا الكاميرا. أنهينا الكتابة؟ نعم. أنهيت يا أمين؟ أنهيت الكتابة يا أمين؟ نعم نعم، ما كانش عم يشيل الميوت. ننتقل، في عندي آخر كلمتين، إلا حرف استثناء، الكسولة مستثنى منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. سوف ننتقل اليوم الآن إلى كتاب الأدب العربي، إلى كتاب اللغة العربية في الصف العاشر. سوف نتعرف على فن الأدب الذي هو فن جميل. نعم، تابعوا معي على الشاشة. فن الأدب، الأدب فن كتابي يشمل نوعين من ألوان الكلام، أعمالاً فنية جمالية إبداعية وأعمالا عقلية فكرية موضوعية. ومما لا شك فيه أنه فن جميل غايته المتعة النفسية والروحية وتغذية الفكر وتحقيق المنفعة في آن معا، يتخذ من اللغة وسيلته الوحيدة أداة للخلق والتعبير عما تختزنه نفس الأديب من تجارب في الحياة عامة أو خاصة، وتسكبها في قالب شعري أو نثري. فإذا ما سكب في قالب الشعر جاء الكلام تعبيرا عن مجد الحياة بذات الأديب ليتولد عالم من الجمال. أما إذا سكب في قالب النثري فإنه يتخذ اتجاهين، اتجاها فنيا واتجاها عقليا. إذا الأدب، فن الأدب يشبه أي فن آخر مثل فن الرسم أو النحت أو الرقص أو الموسيقى، ولكن يتخذ من اللغة وسيلة للتعبير. كما نلاحظ هناك أعمال فنية جمالية إبداعية وأعمال عقلية فكرية موضوعية. طيب، إذا تحدثنا عن الفن، الفن هو صورة كما نعرف، صورة عن معاناة الإنسان. الأدب هو صورة عن حياة الأديب أو معاناته، ومن خلاله يعبر عن ماذا؟ يعبر، نستطيع أن نكتب هذه الملاحظة، عن مشاعره، سواء كانت مشاعر حزن أو مشاعر فرح. والأدب هو أيضا هو صورة عن بيئة الكاتب التي يعيشها. فمثلاً عندما يقول أبو الطيب المتنبي عيد بأية حال عدت، من حفظ البيت الشعري؟ عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد. هنا أبو الطيب المتنبي نظم هذا نظم هذا البيت في بداية قصيدة التي هي كتبها في هجاء كافور الأخشيدي. نعم يا أمين، هل تذكر قصة أبو الطيب المتنبي؟ أبو الطيب المتنبي هذا مطلع قصيدة، مطلع القصيدة التي كتبها في هجاء كافور. عندما قال المتنبي عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد، طبعا هذا البيت الشعري يسمع كثيرا، يقوله أي إنسان في العيد يشعر بأن لا شيء
لشيء تغير في حياتي، فيقول عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد. لماذا برأيكم أبو الطيب المتنبي قال هذا البيت الشعري؟ نعم، لماذا برأيكم قال هذا البيت الشعري؟ كان أبو الطيب على أبواب عيد الأضحى قبل يوم، فتذكر حالته السيئة، يعني كان يعاني من الحزن الشديد لأنه عند كافور الإخشيد لم يحصل على ما تمناه، من لم يعطه ولاية أو إمارة، فكتب قصيدة أو نظم قصيدة في هجاء الملك كافور، وفي مطلعها يقول عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد. إذا أبو الطيب المتنبي في هذا البيت يعبر عن ماذا؟ عن حزنه بقدوم العيد، ولم يتغير شيئا، يعبر عن حزنه بقدوم العيد وهو على نفس الحال، وهو على نفس الحال. إذا هذا البيت هو صورة يعكس لنا ماذا؟ معاناة، يعكس لنا معاناة الشاعر. واضح؟ إذا دائما الشاعر أو الأديب، الشاعر في شعره يعبر عن معاناته، يعبر عن حزنه، يعبر عن رأيه، يعبر عن تفكيره. فأتى الشعر أو حتى الأدب هو صورة عن البيئة أو عن معاناة الشاعر أو الأديب. إذا الأدب سواء كان شعرا أو نثرا جاء ليعبر عن حياة هذا الأديب أو هذا الشاعر، عن معاناته، عن حزنه، عن رأيه، عن فعالاته، عن الحالة التي يعيشها. واضح؟ نعم واضح. هل هناك أسئلة؟ طيب. فإذا نتابع. أن الأدب بحق أرفع الفنون وأقدره على محاكاة الإنسان بروحه وعقله، يقوده إلى الخير والرقي باعتباره أسمى مخلوق في هذا الوجود. يعني هذا الأدب هو أرفع الفنون أجملها، لأنه يرقى به إلى أرقى الأماكن بالأسلوب، طبعاً بالتعبير، باللغة. الأدب هو أحد الفنون الجميلة الخمسة كالرسم والنحت والرقص والموسيقى، ولا يقل أهمية عنه. يقول جبران خليل جبران، نعم يا لولا، اقرأي ما يقوله جبران خليل جبران. ليس الشعر رأياً تعبر الألفاظ عنه، بل أنشوداً تصاعد من جرح دام أو فم باس. فإذاً ما الذي فهمتي من هذا القول لجبران خليل جبران؟ الشعر ليس رأياً، ليس مجرد رأي بسيط، إنما هو أنشودة، أغنية تتصاعد من أين؟ من الفم، من جرح دام، من جرح دام. من هنا المجروح؟ جبران الشاعر هو المجروح، أو فم بس. إذا كان الشاعر يشعر بالسعادة فينظم قصيدة تعبر عن سعادته، إذا كان الشاعر يتألم ويشعر بالحزن فينظم قصيدة تعبر عن حزنه. نتذكر خليل مطران في قصيدة المساء ماذا قال العام الماضي؟ متفرد بكآبتي، متفرد بصبابتي، متفرد بعنائي، شاكن إلى البحر اضطراب خواطري، شاكن إلى البحر اضطراب ولا. من يكمل البيت؟ اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء. هنا خليل مطران كان يتعذب، كان يتألم، كان مريضا، يشكو إلى البحر اضطراب خواطره فيجيب برياحه الهوجاء. هنا في هذا البيت وفي هذه القصيدة تحديدا المساء، خليل مطران يعبر عن ماذا؟ يعبر عن
كآبته، كآبته بسبب المرض. مرض، ما هو مرضه كان؟ مرض النقرس الذي في العظام. في العظام، هو مرض في العظام، التهاب العظام، أحسنتي، الذي كان يشعر به، يزداد عليه هذا الألم، يزداد عليه في المساء، لذلك سمى قصيدته المساء الذي يقول في مطلعها: داء ألم حسبت فيه شفائي من صبوتي. هذه القصيدة بعنوان المساء، وخاصة سماها المساء لأن المرض، مرض النقرس أو الآلام، المرض كانت تشتد عليه خاصة في المساء. فإذا الشعر هو صورة، صورة عن ألم الشاعر، عن معاناته، عن كآبته طبعا، وعن فرحه إذا كان يشعر بالفرح. طيب، عندما يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. زهير بن أبي سلمى الذي هو شاعر من شعراء العصر الجاهلي، تحدث في هذا البيت أو في هذه القصيدة في مطلعها، يقول: سئمت تكاليف الحياة. سئمت تكاليف الحياة يعني مصاعب الحياة، ومن يعيش 80. أنتبه أو أكتشف من خلال هذا البيت بأنه بلغ ماذا؟ كم عمره كان عندما نظم هذه القصيدة؟ عمره 80 سنة. حولا يعني سنة، الحول المقصود به السنة. إذن تكاليف، تكاليف الحياة، تكاليف يعني مصاعب. نكتب هذا البيت ونكتب المرادف، مرادف الكلمات، الحول يعني السنة. كتبنا؟ الحول السنة، أصبح عمره 80 سنة وهو يعاني من كثير من الأمراض، لم يعد باستطاعته الاستمرار في الحياة. من خلال هذا البيت يعبر الشاعر عن معاناته، عن معاناته، معاناة المرض. واضح؟ فإذا دائما، دائما الشعر هو صورة عن معاناة الأديب، معاناة الشاعر، ألمه، حزنه، فرحه إلى آخره. واضح؟ هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة يا أمين؟ لورا، محمد؟ كلا. طيب،
ننتقل إلى قول لعلاء الأسواني إن الأدب يؤدي إلى تغيير إنساني يجعل الإنسان أكثر رقياً وأكثر رحابة ويعمل على زيادة معرفة النفس البشرية، كما يجعل الإنسان يفهم الآخرين قبل الحكم عليهم. هذا القول لعلاء الأسواني اللي طبعاً الذي هو أديب وأديب وناشط سياسي مصري، وهو طبيب أسنان في نفس الوقت. يقول إن الأدب يؤدي إلى تغيير إنساني يجعل الإنسان أكثر رقياً. الأدب يعني سواء كان نثراً أو شعراً يجعل الإنسان يرتقي إنسان راقياً، ويعمل على زيادة معرفة النفس البشرية، كما يجعل الإنسان يفهم الآخرين قبل الحكم عليهم. واضح. نكتب هذا القول لعلاء الأسواني على دفتر الأشعار جميعاً. أنهينا الكتابة. طيب، بقي من الوقت دقيقة واحدة، هل لديكم أسئلة؟ طيب، نلتقي نهار الغد. إلى اللقاء يا محمد. إلى اللقاء مثل